أقام معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة حفل استقبال في العاصمة لندن بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 من ديسمبر، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 48 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 20 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى لمقاليد الحكم. في قصر كينزينتون التاريخي بالعاصمة البريطانية لندن، بكل ما يمثله من عراقة ومكانة تاريخية للعائلة المالكة في المملكة المتحدة، أقيم حفل بهيج للمرة الأولى في قصر كينزينتون بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين، وبحضور رفيع المستوى من النواب والوزراء في الحكومة البريطانية ومسؤولين بوزارة الخارجية، إضافة إلى سفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة المتحدة وإعلاميين وأكاديميين وأصدقاء البحرين والمواطنين البحرينيين القاطنين والعاملين في بريطانيا. ورحب معالي السفير بالحضور في كلمة ألقاها خلال الحفل، أشار من خلالها إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والتي تمتد لأكثر من 200 عام، حيث تعززت من خلال هذه الأعوام الطويلة العلاقات على كافة الأصعدة، والفضل الرئيسي فيها يعود إلى العلاقة الفريدة بين العائلتين الملكتين في البلدين الصديقين. I want to start by expressing my congratulations to His Majesty, the people of Bahrain, and to the team following Sunday's historic victory in winning the Gulf Cup football tournament. For the first time in 50 years as GCC football champions, as a keen sports fan and as a proud Bahraini, I am truly thrilled by this achievement, which undermines the value of unity and teamwork in enabling Bahrain to compete with the very best in the region and beyond. And tonight, I was particularly pleased that so many of you could join us in those impressive surroundings at Kensington Palace, which is particularly fitting venue given the close links between our two royal families. جمالية المكان الذي احتضن حفل السفارة البحرينية كان له طابع خاص، حيث إن احتفال البحرين يعتبر أول احتفال لسفارة يقام في القصر الذي يعتبر أحد مقرات العائلة المالكة في بريطانيا، ويقع في حدائق كينزينتون في لندن، والذي ظل مقر إقامة العائلة المالكة البريطانية منذ القرن 17. واستمتع الحضور بعروض موسيقية لأغاني وطنية ومن التراث الشعبي البحريني، والتي برعت في عزفها الفرقة الموسيقية للشرطة، إذ نقلت بين أروقة وقاعات هذا القصر التاريخي أجزاء من عبق البحرين وأصالتها، والتي انسجمت مع جمال قصر كينزينتون.